بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وكل عام وأنتم جميعا بخير. بتستمر الآثار السلبية الاقتصادية على اقتصادات العالم نتيجة أزمة كورونا، وكما قلنا منذ البداية أنه ما بعد هذه الأزمة لن يكون قطعا كما قبلها. الآن في لافتة مرفوعة في كل دول العالم، كيف نتعايش مع أزمة كورونا؟ كيف يتعايش المواطن مع هذه الأزمة من الناحيتين الصحية والطبية ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية والحياتية؟ الدولة بتولي هذا الملف كل اهتمامها، وربما الآثار الاقتصادية هي الأعنف في تاريخ الاقتصادات العالمية، ومصر جزء من هذا الاقتصاد. وتخيل معي أنه كل الطائرات في كل المطارات في على الأرض، كل شركات الطيران تحاول أن تعيش أكبر قدر ممكن قبل أن تسقط. في شركات كبيرة وخطوط طيران كثيرة أعلنت إفلاسها زي جنوب أفريقيا وغيرها. مصر للطيران عندنا بصفر إيرادات، ما فيش أي إيرادات، والتكلفة الثابتة موجودة. التكلفة الثابتة اللي هي إيه؟ تكلفة الصيانة وتكلفة الطيارة وهي على الأرض دون أن تطير تكلف تقريبا كل اسبوعين حوالي 7-8 آلاف دولار. لازم تتغير الزيت وتغير حاجات، ويعني وهي في الارض، وتطلع تطير عشان خاطر زي بقول لك دور الموتور. يعني في تكاليف ثابته ومفيش جنيه واحد بيدخل ايرادات لهذه الشركات. لذلك النهارده طبقا لتكليفات السيد الرئيس لوزاره الماليه بتخصص 2 مليار جنيه قرض مساند لقطاع الطيران المدني في مواجهه كورونا، لأنه زي ما قلت الإيرادات صفر والتكاليف الثابتة كما هي. خلي بالك أنه معظم الطيارات أو الطيارات الحديثة جاية شارينها من بره، ممكن يكون في أقساط، ممكن يكون في فوائد، كل هذا بيمثل أيضا ضغط على الميزانية الخاصة بهذه الشركات. أيضا العمالة والطيارين وأطقم الضيافة والمضيفين والمضيفات، كل ده بياخد مرتبه ومفيش ولا جنيه بيدخل إيراد. فبالتالي كل ده عبء على القطاع، قطاع الطيران، ومن ثم عبء على الدولة. لكن الدولة خلال السنوات الست الماضية كانت بتشتغل علشان توفر شوية فلوس، علشان يبقى عندي احتياطي نقد أجنبي، علشان اللحظة الراهنة الصعبة اللي بنمر بها جميعا. ودي كانت تكليفات رئاسية لهذا القطاع، انه هنسندكم بقرض مساند 2 مليار، ووزاره الماليه عليها نتخصصه. النهارده اعلن محمد معيد ذلك، واعتقد انه الامر ان شاء الله يعني ندعو انه الامور تسير وفق المخطط. لكن وعي الناس اللي احنا كان فيه رهان عليه اعتقد انه ما كانش في مكانه، لانه ناس كتير جدا مش مستوعبه ومش متأكدة ومش عارفة ومش فاهمة ومعرفش اللي بيحصل ايه، انه واخدين الامور ببساطة. الامر جلل، الامر صعب، الامر مش نخوف الناس، لا، لازم نعيش، لازم نشتغل فنفتح الاقتصاد، في نفس الوقت نلتزم بالاجراءات الطبية. ما ينفعش تقول لي انا كده او كده، الاثنين لو اخترت بينهم، لو اخترت ان انا اقعد في البيت واخترت ان انا اقفل هموت من الجوع، ولو اخترت ان انا اشتغل بكامل طاقتي واعيش حياتي والغي كل الامور هموت من المرض. ايه الحل؟ الحل ان احنا نحاول نوازن الامور، نشتغل بجد باجتهاد، وفي نفس التوقيت محافظ على، مش اختراع، الكتالوج موجود، التعليمات اللي وزارة الصحة بتقولها سواء عجباك او مش عجباك، منظمة الصحة العالمية بتقولها سواء عجباك او مش عجباك، ما عنديش اختيار. في قطاعات كثيرة ستتضرر تضررا شديدا من هذه الاجراءات، لكن ما باليد حيلة. ما فيش عندنا اختراع الا ان ربنا يسهل يبقى في اختراع لدواء لمصل لغيره. لكن العالم كله بيرتب اموره على انه المركب، مركب الحياة، مركب العمل، مركب الاقتصاد، هتتحرك لكن وفق ضوابط وخارطة معينة. اي حد هيحاول بقى يخرج عن هذا الاطار اعتقد ده لا يلومن الا نفسه. في نفس التوقيت المؤسسات
المصانع، الشركات، المؤسسات، المكاتب، العيادات، وسائل النقل والمواصلات، كل الامور هتتحرك لكن وفق اصول وتعليمات مشدده، المولات والمحلات وغيره. ما ينفعش واحد يبقى ماشي لابس الكمامه وشايلها مطلطه، ما احنا بنعمل الكمامه عشان خاطر تغطي، عشان خاطر انت ما تاذيش حد، عشان ما تتاذيش من حد. لو انت شايف نفسك كويس الاخرين ممكن تتاذي منهم، يعني ممكن تنقل العدوى اليك من الاخرين، فبالتالي عايزين ناخد الموضوع جد شويه. واحد يقول لي انا ما عنديش فلوس اجيب كمامه. يا بس عندك فلوس تجيب سجاير. ما هو دي القصه. ما عندكش فلوس تحر اقعد في بيتكم. ما حدش هيسمح لك تدخل مؤسسه او مول او محل من غير كمامه. انت شايف بقى نفسك مش فارق معاك، خليك قاعد في بيتكم، عندك فلوس انت حر اصرف. لكن في كل الاحوال لازم نشيل بعض ونتحمل مع بعض ونتفهم بعض، انه ما فيش حد بيدافع على نفسه، كل واحد بيدافع على الاخرين، المنظومه. لو في واحد في مكان اصيب لا قدر الله بالفيروس هينقلوا المكان كله، هيتقفل المكان، بيوت الناس تتقفل. الموضوع صعب، محتاج ان احنا نعيش وننفذ البروتوكول اللي اعلن للناس. في ناس زعلانه منه، في ناس متضايقه منه، لكن في الاخر هيتنفذ، هيتنفذ. الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي حضر اصطفاف عناصر المظلات، واكد وقال احنا ان شاء الله ماضون في مهمتنا المقدسه. هذا الاصطفاف حضره الفريق محمد فريد حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاره الافرع وقائد المظلات، واتكلم كلمه بتؤكد انه القياده العسكريه سواء القياده العامه او القائد الاعلى، الجميع بيولي اهتمام شديد بسلاح المظلات نظرا لاهميته مع باقي الاسلحه، لتظهر القوات المسلحه المصريه على الدوام في جاهزيه كامله وغير منقوصه، بتجعل من القوات المسلحه رقم صعب في ترتيب الجيوش العالميه. هذا الجيش وهذه القوات وهذه القياده وهذا التخطيط بيؤكد دوما لنا انه لدينا درع وسيف. بخلال الساعات القليله الماضيه نجحت القوات المسلحه من خلال معلومات استخباراتيه جاءت اليها عبر الوسائل المعتاده في هذا الاطار، بان هناك مجموعه من الارهابيين. الارهابيين اللي هم متواجدين مختبئين في مزرعه، في بيت مهجور، في احدى المزارع في محافظه شمال سيناء، وتم تقنين الوضع وتم وضع الخطه، وكما تم الاعلان بالامس عن طريق القياده العامه للقوات المسلحه بانه هذه العمليه اسفرت عن مقتل وهلاك 7 من هؤلاء الارهابيين التكفيريين، وفرار 6 لاحقتهم القوات المسلحه عبر التقنيات الحديثه وجاءت عليهم جميعا، وتم تصفيه 13 عنصر ارهابي شديد الخطوره، وكمان تم اكتشاف معاهم 10 عبوات ناسفه كانت معده للتفجير، وعربة دفع رباعي، وثلاثه دراجه ناريه دون لوحات معدنيه، واربع احزمه ناسفه، وثلاث بنادق اليه وبندقيه قناصه، ومجموعه كبيره من الطلقات والذخيره، ومجموعه لاسلكي واجهزه لاسلكي واتصالات وغيره. الارهاب لم يتوقف ولن يتوقف، لكن الدوله والاجهزه المعنيه سواء القوات المسلحه والاجهزه الشرطيه بالمرصاد لكل هؤلاء. لكن يعني انا كل وسائل الاعلام اعتقد ان احنا علينا ان احنا نوحد المفاهيم. يعني انا 7 فرد تكفيري، الفرد التكفيري في تقديري تكفيري بيكفر الاخر، ممكن اكفر الاخر ومبقاش ارهابي، لكن هم تكفيريين وحولوا فتواهم التكفيريه الى ارهاب، يبقى هم ارهابيين. فعايزين نقول ان بس نستمر في تسميه هؤلاء الارهابيين التكفيريين الملاحدة، سمي زي ما احنا عايزين، لكن لا يجب ان احنا نبتعد بكلمة ارهاب على وسم هؤلاء دائما في كل المناسبات. ده حصل، وبنقول تحية الى القوات المسلحة
واجهزه الاستخبارات المصريه اللي دوما عند حسن الظن، ودايما كمان بتفاجئنا وبتدهشنا باعمال. يعني الحمد لله تطهير سيناء وكل بقعه في ارض مصر من الارهابيين والتكفيريين والملاحده وهؤلاء الخارجين على القانون شغاله على قدم وساق، واحنا في رمضان بنقول لهم ربنا يقويكم وربنا يحفظكم. لكن في نفس التوقيت قناه الجزيره المسمومه، قناه الجزيره اللي ملهاش مله ولا دين ولا تعرف للمهنيه عنوان، اهو عاملين الجزيره مصر للاسف، معرفش حاطين مصر ليه. المتحدث العسكري للقوات المسلحه يعلن مقتل 13 شخص. شخص ايه؟ هو قاصد ما يقولش 13 ارهابي ولا 13 تكفيري ولا 13 ملحد ولا 13 مسلح، لا، شخص. القوات المسلحه المصريه تعلن عن مقتل 13 شخص، لا، بقول للجزيره وبقول لاصحاب الجزيره القوات المسلحه المصريه لا تقتل اشخاصا ولا تقتل مواطنين. القوات المسلحه المصريه بتقتل وبتصفي ارهابيين مفسدين تكفيريين فسقه فقط. القوات المسلحه المصريه لم تقتل ولم تقتل، لم تغدر ولم تغدر باي مواطن او شخص حتى ولو كان بيقوم بجرائم عادية، ده بتروح للقانون. إنما الإرهابيين والتكفيريين اللي حاملين سلاح بيوجهوه لصدر الوطن والجيش والشرطة والأبرياء، تصفيتهم واجب وطني. الجزيرة بتقول المتحدث العسكري بيعلن عن مقتل 13 شخص. بقول لهم أنتوا لن أطلب منكم أن تكونوا رجالا لأنكم لا تعرفون للرجولة عنوان، لكن أنا بفضحكم أمام المشاهد بقول أدي اللي الجزيرة بتكتبه في شمال سيناء بدعوى ضبط مجموعة من الأسلحة، بدعوى. يعني ما بتقولش، البيان الرسمي بيقول في أسلحة في خطة وفي صور وفي إرهابيين وهذا ما تم. الجزيرة زي بقية المفروض المحطات المفروض تطلع تقول بيان القوات المسلحة إنه فيه معلومات استخباراتية وفيه ضبط موجود وفيه تصفية تمت، فيه هروب تم، فيه ملاحقة تمت، فيه أسلحة ضبطت، فيه تصوير، فيه كلام موجود. لكن هم بينطقوا على مزاجهم لأنهم محطة مسمومة، محطة مسمومة، ليست محطة عادية وإنما محطة كانت بئرة وبذرة وبؤرة صهيونية عميلة لتفكيك الأوطان وتقسيم الأوطان. لم تكن يوما صوتا للحق، لم تكن يوما صوتا للعرب، لم تكن يوما صوتا للحقيقة. الجزيرة لم تكن، وأتحدى، كانت وعلى الدوام وما زالت صوتا لمين؟ لتل أبيب. نتابع. تنضم إلينا مشاهدينا من القدس وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي. معنا من تل أبيب مردخاي كيدار من قسم الدراسات العربية في جامعة بار إيلان. معنا الآن من القدس الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس. معنا في هذه الحلقة من تل أبيب إيال عليمة المراسل العسكري للإذاعة الإسرائيلية. في هذه الحلقة من القدس ألون لئيل المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية. انضم إلينا من تل أبيب أفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. من القدس الدكتور إلدادا باردو أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في الجامعة العبرية. وينضم إلينا من القدس الكاتب الصحفي روني شاكيد. ومن القدس مائير كوهن الصحفي والمحلل السياسي. وينضم إلينا من القدس يوني بن مناحيم المحلل السياسي الإسرائيلي. من القدس المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم. ينضم إلينا من تل أبيب نيرون رابابورت محرر في القناة الإسرائيلية الثانية. ومن القدس داني روبنشتاين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. نرحب بضيفينا. من تل أبيب شمعون أران محلل الشؤون السياسية في إذاعة الإسرائيلية. معنا من تل أبيب يؤاب مردخاي منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ومعنا من رام الله يؤاب مردخاي منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. من القدس الصحفي الإسرائيلي مائير كوهين. صناعية على الكاتب والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين. من تل أبيب على مردخاي كيدار الباحث والمحامي. من جديد إلى أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من تل أبيب. دول قناة ناطقة بلسان مين؟ دي قناة ناطقة بلسان الحق والحقيقة وفلسطين والقدس ونموت في القدس ونجيب الإخوان المسلمين اللي قاعدين عندهم.
ادي قناة الجزيرة صوت تل أبيب. فأنا ماذا تنتظرون من محطة بيملكها صهاينة وبيديرها صهاينة؟ وادي تخيل معي لو انا جبت حد عندي في المحطة دلوقتي راجل مثلا، ده انا رحت زيارة للقدس، انا رحت القدس صليت في المسجد الابراهيمي والحرم الابراهيمي وزرت بيت لحم والى اخره، ويا سلام الحق ده زار، ده اكيد عدى على الكيان الصهيوني وانا رايح من الاردن وراح زياره رسميه. تخيل الجزيره بتعمل ايه؟ تخيل الجزيره بتعمل ايه؟ انا بس بنقل الكلام للمشاهد. كلمه مقتل وكلمه تصفيه وكلمه مواطن، وزي ما فلان وعلام بيتكلموا يقول لك مقتل ومواطنين. الجيش المصري لا يقتل إلا دفاعا عن بلده وعن أرضه. الجيش المصري أبدا لم يكن جيش بلا عقيدة. عقيدة الجيش المصري دائما وأبدا كنا نتغنى وسنتغنى ونتغنى بها إنها العقيدة الأصدق على مستوى كل جيوش الأرض. في مجموعة من النواب، ثلاث نواب تحديدا، النائبة إيناس عبد الحليم والنائبة داليا يوسف والنائب حسين غيتا، قدموا طلبات إحاطة النهاردة في البرلمان بشأن ما أسموه الأثار الكارثية لبروتوكول الصحة في التعامل مع الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا. هم قالوا إنه البروتوكول بيقول إنه اللي يصاب من الأطقم الطبية الفريق المعاون ليه ما يتمش أخذ منه مساحات أو يعزل أو غيره. هم بيتكلموا كلام عرضوه في البرلمان، وهنشوف وزارة الصحة هترد تقول ايه في هذا الإطار. في بورسعيد زي ما قال لي عادل الغضبان محافظ بورسعيد انه امام احد المساجد في بورسعيد صلى بعشرين واحد وهو عنده كورونا، ضرب كل العشرين وبيته كمان. والله يعني يستاهل، هو يستاهل، والناس اللي صلت وراه تستاهل، معلش يعني، لانه الدولة بتقول يا جماعة محدش يصلي جماعة، محدش يصلي جماعة، محدش يفتح المساجد. هل انت حضرتك الرجل اللي راح صلى ومعه 20 واحد، هل انت يعني عايز تقول لنا ان انت اتقى واحد يعني في بورسعيد؟ هل انت اتقى الناس في بورسعيد؟ هل انت تقي؟ دي تقوى من مبادئ التقوى يعني، ولا علامات الصلاح والتقوى ان انت تطلع تضرب بتعليمات الدولة اللي هو ولي الامر ومشايخك واساتذتك والناس اللي في العالم كله بيقفل هذا الكلام، انت يعني الوحيد اللي انت هينزل لك الوحي؟ حاجه غريبه جدا. ده واحد بيتحدى مين؟ بيتحدى نفسه. بقول تاني انه ليس دليلا على التقوى وليس دليلا على الصلاح، وانما دليلا على السطحيه والضحاله وقله العقل وقله الدين. واطيعوا الله ورسوله واولي الامر. اذا كنت انت مؤمن بقول الامر وبتقول دول بتكفرهم زي التكفيريين، فانت لا يجوز ولا يليق بيك انك تكون موظف او مواطن هذه الدوله. وانا واثق تماما ان الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف هيفصله، مش هيقول التحقيق، هيفصله، لانه ما فيهاش هزار. كل يوم في 2 3 بتفصله. وهذا الرجل في بورسعيد ما اعرفش اسمه ايه، كنا جبنا اسمه عشان نقوله عشان نفضحه بين الناس. عامل لي فيها شيخ وتقول لي فيها عامل لي فيها تقي؟ ضربت كام واحد؟ 20 واحد وعيلتك. الناس بتاخد الموضوع هزار ويقول لك يا عم مفيش حاجه، يا عم الدنيا بسيطة مفيش حاجة، يا عم الدنيا لا 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 سهلة جدا. ده انت بتصدق الكلام ده؟ تصدق الكلام ده، وهتشوف الناس وبتشوف الناس اللي بتموت. لا حول ولا قوة الا بالله. فاكرين قضية فتحناها هنا من فترة، قضية اليوتيوبر وقضية الناس اللي فاتحين لايف بتليفوناتهم والكلام اللي احنا قلناه، سارق البنيان الاسري، سارق الاسرة، اللايف فيديو اللي بيتم. ونبهنا وقلنا وحذرنا وعملنا، الحمد لله النائب العام والدولة اتحركت، أجهزة شرطة والأداب بتوع المعلومات والنظم، وتم ضبط حنين وتم ضبط سما المصري، وتتوالى الضربات وتتوالى لأنه الملف اتفتح على مصراعيه. كنا قبلها بشوية اتكلمنا في أول الحظر على يوتيوبر اسمها مودة الأدهم، واتكلمنا على مودة الأدهم لما خرقت الحظر ووقفت وعملت فيديو في وسط الحظر بتقول كذا، فاكرين هذا الكلام؟ وقلنا لازم يتم القبض، تم القبض عليها وتم اخلاء سبيلها ب 10,000 جنيه، وتم
بعد القبض على الحنين جت سما المصري، جاء مش عارف واحد اسمه هاني مصطفى، جاء النهارده حنين، اربع ايام وخد 15 يوم على ذمه التحقيقات طبقا ده كلام النيابه العامه. يبقى اهو دي النيابه العامه، تجديد حبس فتاه التيك توك مؤده هي بتاعه اليوتيوبر و15 يوم. خليها تنضف، خلي البلد تنضف، خلي الاسر تعيش في امان، خلي ولادنا وبناتنا يعيشوا في امان. بقول تاني، كل واحد يدور يبحث يتابع يراقب، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. انت في بيتك راعي مسؤول عن ولادك، ما تقعدش قاعد قدام التلفزيون وعمال تمسك التليفون تلعب فيه وسايب بنتك جوه ما تعرفش فاتحه اللايف بتكلم مين، ما تعرفش ابنك بيعمل ايه، ما تعرفش مراتك بتعمل ايه، ما تعرفش اختك بتعمل ايه. كل واحد فينا مسؤول عن رعيته. اقعد اسال راجع شوف، ما تخافش. خلينا نرجع السلام الاسري من تاني، ونرجع للاسره امنها المفقود. النائب العام المحترم الجليل المستشار حماده الصاوي قال انه مصر لها حدود معروفه، قارينها في كتب التاريخ والجغرافيا، حدود بحريه وحدود جويه وحدود بريه، ثلاث حدود. اضاف النائب العام قال في اكتشفنا حد من حدودنا الرابعه اللي هو الحدود السبرانيه، اللي هي ايه بالبلد يعني الفضاء، اللي تقعد عمال قوات حرس الحدود بتحمي الارض وبتحمي البحر وبتحمي الجو، لو في ذبابه عدت في الجو بيجيبوها. لكن انت قاعد مش دريان انه في ناس فاتحين بالتليفون وبالوسائل التواصل الحديثه، احنا مكشوفين، احنا للاسف الشديد اخترقوا بيوتنا واخترقوا بلادنا من خلال هذا الحد الرابع اللي ضرورة وضع تشريعات مانعة وضابطة وحامية للأسرة المصرية. النائب العام نبه وأصدر توجيهات واضحة واتكلم في بيانات صارخة انه لابد من الانتباه الى حدود مصر الجديدة والحد الجديد اللي هو الايه؟ الحد السبراني او الحدود السبرانية اللي هو الفضائيات والنت والى اخره. لكن احنا مكملين في الموضوع لانه الموضوع ده موضوع اسره، موضوع وفيه مفاجآت وفيه قصص، بس لانه احنا صايمين وكل سنه وانتم طيبين وكورونا خانقه، لكن الملف فيه مفاجآت وفيه قصص، فيه حكايات، في معلومات بعد العيد ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا يعني وعشنا نقولها لحضراتكم، ليس من اجل الفضائح معاذ الله وانما من اجل التنبيه. هدفنا في الاعلام الاصلاح والتهذيب وخلق وعي ووضع نقاط مثيره على بعض النقاط لينتبه الاخرين. انا بقول انه الامر في ايد النيابه العامه، واثق ثقه بلا حدود في نيابتنا العامه ونائبنا العام ان الامور ماشيه في هذا الاطار، واحنا في الاعلام بنساعد وبنساند وبنوجه المجتمع الى مناطق خطره فيه. هذا الكلام اللي احنا عملناه والدوله عملته لم يستسيغه البعض، ولم تستسيغه بعض وسائل الاعلام اللي هدفها الاساسي تخريب هذه الدوله. مين؟ ديلي ستار، دي جريده ومجله بريطانيه. يا سلام، الموضوع وصل هناك؟ وصل. قالوا ايه؟ اهي الصحيفة دي حاطة صورة مين دي؟ دي مودة الأدهم اللي في صورة في ديلي ستار، ديلي ستار البريطانية. بيقولوا ايه الإعلام البريطاني؟ بيدافعوا عن حنين ومودة وسما المصري، بيقولوا دول مؤثرون. ايه؟ قال لك سما المصري ومودة الأدهم وحنين حسام دول من المؤثرين. من المؤثرين؟ مؤثرين في ايه يا عم؟ قال لك دول مؤثرين والشعب والدولة المصرية متضايقة جدا منهم عشان هم مؤثرين، وقال لك انه دول ناشطات. وقالت الصحيفة ان السلطات المصرية تقوم بقمع الناشطات في مواقع التواصل الاجتماعي بزعم الفجور وانتهاك التقاليد المجتمع. واضافت الصحيفة ان حملة الملاحقة وصلت الى اصدار قانون بحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية. يعني صحيفة الديلي ستار البريطانية بتتهم الحكومة المصرية والدولة المصرية ان هي تقمع ايه؟ تقمع المؤثرين. مؤثرين في ايه يا جماعة؟
قال لك هم مؤثرين في المجتمع، هم مؤثرين حقا، مؤثرين في غرائز المجتمع، مؤثرين في أخلاقيات المجتمع بالسلب، مؤثرين في ثوابت المجتمع بالسلب. مؤثرين، مؤثرين، والدولة المصرية بقانونها اللي بيمنع منعا باتا الدخول وهدم الأمن الأسري، بقول لديل ستار البريطانية خليكم في حالكم، بقول للصحف الأجنبية خليكم في مصايبكم، خليكم في فضايحكم، ملكوش دعوة بينا، احنا لن نقبل منكم دروسا خصوصية في حقوق الإنسان، لن نقبل بعد ذلك دروسا خصوصية تملى علينا من هؤلاء الأدعياء الموجودين في أوروبا وأمريكا. عليكم بأنفسكم، ده انتوا في أزمة كورونا فضحت الجميع. خلينا نتكلم ونقول انه أزمة كورونا طلعت أسوأ ما في الناس، سرقتوا الكمامات من بعض والأجهزة من بعض، قلنا كل واحد يخليه في حاله. مصر حقوق الإنسان احنا اللي نعلمها لكم، والإنسانية احنا نعلمها لكم، وأخلاقيات الأسرة والأمن الأسري احنا أيضا نعلمها لكم، لن نقبل منكم دروسا خصوصية بعد ذلك. الديل ستار بتدافع عن حنين حسام ومواد الأدهم وسام المصري، بطلوه ده واسمعوه ده، والله حاجة فاضحة. بيقولوا مسمينهم المؤثرون، المؤثرون في غرائز الناس، مؤثرون فقط في النص الأسفل للنساء والرجال. عيب، عيب ان احنا نستمع الى هذا ونسكت. بقول تاني، احنا لن نسكت، بعد الان هنرد الصاع صاعين لكل وسيلة اعلامية او كل بق اعلامي يظن نفسه ان هو بيقدم لنا نصايح في صورة دروس خصوصية عن حقوق الانسان، لن نقبلها بعد ذلك. تعالوا اتكلم في موضوع ما كنتش عايز اتكلم فيه، لكن اما وانه الامر وصل لصحافة أجنبية وإعلام أجنبي مأجور ومرتزقة، هنا لازم أتكلم فيه، لأنه الأمور الداخلية والمحلية فيه مجال لهات وخد ونقد وموافقة وممانعة وتنوع. أنا أقبل هذا، والشعب المصري والإعلام وسائل السوشيال ميديا وغيره بتقبل الرأي والرأي الآخر، تمشي الدنيا. لكن عندما يتحول الأمر إلى استهداف للدولة المصرية وسخرية من الدولة المصرية في وسائل إعلام أجنبية مأجورة ومرتزقة، هنا نقطة نظام. القصة التي أقصدها هي كوبري ترعة الزمر. ناس كتير جدا يقول لك يا أخي حاجة تكسف والله. ليه يا عم؟ يقول لك شفت الكوبري طالع على البلكونات. كوبري داخل بلكونة، الصورة اللي أنتم شايفينها دي. أنا دي عندي من الأسبوع اللي فات، أول ما طلعت يعني. وقلت خلاص يعني هري في السوشيال ميديا وغيره، خلاص يعني مش قصة. أما وأن الأمر قد تحول إلى أنه بعض الناس في مصر يقول لك يا أخي بس ده ينفع؟ يا أخي حاجة تكسف، إزاي الكوبري بهذا الشكل؟ ويطلع الجماعة بتوع الشرق ومكملين والجزيرة وغيره والعربي وعاملين كوميكسات وتريقة وإلى آخره، هذا شغل القوات المسلحة، يقولوا كده، يقول لك ده شغل الجيش المصري. شايفين بيعملوا إيه؟ شايفين بيخلوا إيه؟ من القوات المسلحة؟ من أقحم القوات المسلحة في عمل كوبري؟ من الذي أقحم؟ تعالوا نتكلم على الكوبري. أما وإنه الموضوع، أنا آسف يعني، محدش عارف ينقل للناس الحقيقة، سأفعلها. محدش عارف يقول للناس ويرد بدون خجل، بدون خوف، ويواجه، سأفعل الآن. إيه اللي بيحصل؟ ده كوبري مخطط ليه من فترة، ماستر بلان من 2011 يمكن، خطة موجودة، تخطيط. قامت الثورة المباركة بتاعت حضرات اللي قاموا بيها، وتوقف العمل والدنيا باظت، رغم انه فيه خطة موجودة لعمل الكوبري. قبل كده كان بيحصل ايه؟ واحد بيعمل كوبري او بيتعمل سكة حديد ولا بيتعمل ترعة ولا بتعمل، تعدي الترعة جاية في أرض واحد غني أو واحد واصل أو واحد مسؤول أو عضو مجلس شعب زمان. تخيلوا كانت المجرى بتاع الترعة بيتحول عشان يفادي أرض الرجل التقيل ده اللي واصل. كان بتطلع قوانين تساعد هؤلاء الناس،
كان زمان الفساد والإهمال والتعديات على المباني وعلى الأراضي، الدولة الضعيفة الرخوة زمان كانت بتنتظر لما الفاسد والحرامي يشبع والباقي تاخده. زمان كان القوانين موجودة لكنها معطلة، زمان كانت الدولة موجودة لكنها كانت دولة رخوة. دولة رخوة يعني ايه؟ عملت الكوبري، الناس طلعوا بنوا عمارات في وش الكوبري، اتعطل الكوبري، ما يتعملش كوبري 20 سنة وفي الاخر الموضوع يموت. الكوبري يعدل نفسه، الدولة تعدل نفسها، الدولة هي اللي هتعدل نفسها على فعل الفاعلين الفاسدين. الدولة ما كانتش ابدا سباقة. فيما مضى كانت الدولة دولة مسكينة، دولة طيبة قوي، دولة غلبانة قوي، دولة بتاخد، انا اسف يعني، بتاخد صفعات من الفاسدين وهي ساكتة. الدولة الحكاية زمان، الحكاية باختصار، زمان كانت هيبة الدولة معطلة. زمان الدولة كانت بتنتظر بقايا فعل الفاسدين وتشتغل عليه. الجديد انا بطلع، سيبك من تفاصيل الكوبري وكم متر، هقولها لكم دلوقتي، لا يوجد ما نخجل منه في مسألة كوبري الزمر، وانما علينا ان نفخر. انا بقول بوضوح، نفخر بما جرى. ما جرى الحكاية باختصار يا سادة يا كرام، انه مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ابدا لن تكون هي الدولة الرخوة التي تنحني امام فاسد او متعدي. الفاسدين والمتعديين على املاك الدولة وعلى ارض الدولة وعلى التخطيط وعلى خط التنظيم طلعوا بنوا 10 عمارات، عمارتين، 3، بنوا عمارات في طريق الكوبري، في المكان اللي منشور فيه الكوبري، في قرار ان الكوبري يتبني، الكوبري بدأ يتبني. الناس دي بقى متعديين هيتزالوا. اللي اتعدى على ارض مش ارضه او بنى على ارض مش ارضه، ارض الدولة، مش هياخد مليم تعويض. لكن الناس اللي الكوبري عندهم ارضهم وعماراتهم وشوائهم مرخصة هياخدوا تعويض عادل طبقا لسعر السوق. خليني ارجع تاني واقول عشان الموضوع ما يتوهش مني وما زعجش حضراتكم، ما جرى في كوبري الزمر بمثابة انتصار لهيبة الدولة على الفساد، انتصار لقوانين الدولة على المفسدين. انه اصرار اقامة الكوبري، يقول لك كوبري عدى في البلكونة بتاعتي. حبيبي البلكونة بتاعتي حجر من اثنين، يا اما مخالف هتتشال وهتطرد منها مش هتاخد مليم، اما حضرتك صاحب حق ومرخص هتاخد تعويض او شقة تاني فوقيهم بوسة من الدولة قولا واحدا. لكن الكوبري هيتبني هيكمل. ليه؟ لانه مفيش حد في مصر فوق راسه ريشه، لانه في مصر مفيش دوله ضعيفه، مفيش دوله رخوه. زمان كان ممكن يحصل، ممكن ان الكوبري يتعطل عشان واحد قريبه مسؤول كبير في الدوله، الكوبري يقف خالص. ينفع يا جماعه؟ لا، المجموعه يطلعوا يعملوا يقطعوا الطريق والدوله تقف ضعيفه. الدولة الحالية ليست ضعيفة ولن تسمح تحت أي ظرف إنه في حد مهما كان يلوي دراع الدولة. والكوبري مش غلط، الكوبري مش غلطة، اللي حصل في الكوبري مش غلطة، مش حاجة فاضحة، مش حاجة نتكسف منها ونقول والله إزاي ما يصحش فوت. لا، الكوبري اللي انتوا شايفينه ده المخطط العام للكوبري بيتنفذ. كون وصل لي البلكونات زي ما انتوا شايفين وبينه وبين الشقق مترين ولا نص متر ولا 50 سنتي، معناها ان العمارات دي هتتهد. ويكون فيه تأخير في هد العمارات او فيه تأخير في هد العمارات المخالفة او المرخصة، ربما يكون فيه حد اتأخر انه يعمل الاجراء هيتحاسب. ربما يكون الناس مش راضيين او بيبلطجوا او في بعضهم بيطلب ان هو مدة او مهلة. في النهاية اللي انا شايفه من قدامي بعيني وقدام حضراتكم انه الفساد كان بيطلع لسانه للدولة. النهاردة القانون، الدولة بتبرز القانون في وجه الفاسدين، الدولة بتطلع الكارت الاحمر للفاسدين والمتعديين. ودي حاجة ما تكسفش، دي حاجة يا مصريين، لانه عيب ان انا اقعد مدلي واقول ايه والله غلط، والله ازاي تتم دي ازاي. الدولة قررت تعمل كوبري، الكوبري باختصار اهو، الكوبري من دائري المنيب
لدائري الوراق، دائري المنيب جنوبا ودائري الوراق، كم كيلو؟ 12 كيلو. 12 كيلو طول المحور، محور الزمر، بعرض 35 متر ل 55 متر. فيه 10 تقاطعات، يعني الممر المحور ماشي فيه 10 تقاطعات. ايه هم العشر تقاطعات؟ عشان تعرفوا بس، مشروع ضخم جدا. شارع مستشفى الصدر، شارع الثلاثين، شارع خاتم المرسلين، شارع الهرم، شارع فيصل، محور صفة اللبن، جامع الدول العربية، شارع ناهية، محور 26 يوليو، شارع مطار امبابة. 10 تقاطعات، يعني المحور هيعدي 10 تقاطعات، منهم جامع الدول العربية ومحور 6، ضخم جدا. ده هيعمل ايه؟ العشر تقاطعات، الجزء الاول منه او القطاع الاول منه 5 كيلو اللي هو شغال فيها مشكلة دلوقتي، 5 كيلو من المنيب لصفة، من المنيب لصفة اللبن. ده مشروع كوبري. هيعمل ايه الكوبري؟ هيخدم 150 الف سيارة في اليوم، 150 الف سيارة في اليوم. هيخلي المسافة من ابعد نقطة لاقرب نقطة 10 دقائق. الكتل السكنية اللي تستفيد منه المنيب وبولاء والعجوزة وارض اللواء وامبابة والوراق واوسيم ورود الفرج، ده الاماكن اللي هتستفيد منه. الراجل اللي ماسك التخطيط والراجل اللي ماسكين وزير نقل شرحوا هذا الكلام، فبقول لا داعي ان احنا نخجل من حاجه بتمثل في ضمن رصيد الدوله وهيبه الدوله. بقول تاني رساله ان الدوله لن تسمح لفاسد انه يعطل مشروعاتها. فاصل ونعود. مرة أخرى أهلا بكم. والفقرة البقية من وقت البرنامج تسمحوا لي أن تكون عن تركيا. النهاردة لا حديث في الشارع التركي إلا عن الانقلاب. ماذا؟ نعم، الانقلاب. هل هناك انقلاب في تركيا؟ يبدو أن هناك حالة عامة داخل الكتل السياسية، الأحزاب السياسية، الإعلام، الشارع، الناس. لا حديث في تركيا إلا عن الانقلاب. حديث الانقلاب، فتنة الانقلاب. تركيا مقدمة فيما يبدو لي على حرب أهلية بسبب حديث الانقلاب أو ما يسمى بحوادث الانقلاب أو فقه الانقلاب أو خطابات الانقلاب اللي شغالة في تركيا دلوقتي. إيه اللي بيحصل؟ أنا بعيشك كل يوم معايا بما يجري في تركيا وما يحدث في تركيا. النهاردة في هذا اليوم في تركيا حالة من عدم اليقين، محدش شايف، وعدم الثبات، مفيش حد ثابت على موقف، كله بيتكلم على الانقلاب. ايه قصة الانقلاب في تركيا؟ القصة بدأت بداية ممكن تتفاجئوا بيها حضراتكم، برؤية، رؤية أو حلم، رؤية أو حلم. أحد المشايخ، مشايخ السلطان العثماني، مشايخ تابعين لأردوغان، وهو نايم شاف حلم، شاف رؤية. إيه الرؤية؟ تعالوا نسمعه هو بيحكي عنه. Diyorum darbe söylentileri var. Ben darbe tehlikesi de var. Ben rüyalar gördüm var. Bir ilk o zaman bir gazetede çıkmıştı o rüyam. 7 ay sonra 15 Temmuz oldu. Bir gazetede yazıldı bu. Ben yine darbe tehlikesi görüyorum. Destekçilerinden. Darbe olsa ona da yaramayacak yani. Darbe olsa ona tam zarar olacak. Çünkü neden? Buradaki darbe, şimdi ben FETÖ'nün darbe yapacak gücünü görmüyorum şu anda. FETÖ'den diye görmedim yani. Ama darbe tehlikesi her zaman var. Her zaman var derken bu yakında demiyorum. Ama önümüzde bu tehlike. هذا الشيخ، شيخ الفتنة وشيخ الضلال، بيقول انه شاف رؤية انه في انقلاب هيحصل على اردوغان، وبيقول انا شفت انقلاب في 2016 في الرؤية، في الرؤية شفت انقلاب وحصل بعد 7 شهور. اول ما هذا الرجل قال هذا الكلام حصل حاجتين، هتشوفوا دلوقتي حصل ايه في تركيا. لكن انا الفيلم ده شفته قبل كده، الفيلم ده شيخ كده طالع وملتحي وغضبان وزعلان، انا شفت رؤية في المنام بتخص الرئيس المجاهد أردوغان. شفت نفس الفيلم على منصة رابعة، تعالوا نسمعه مع بعض أو نفتكره.
الراجل التركي شاف رؤيا ان في انقلاب على اردوغان، والراجل دوت شاف انه جبريل نازل ينقذ محمد مرسي. انا بس عايز اعمل بس ايه، اقرب لكم الصوره، لانه الفيلم ده تقريبا كله شفناه قبل كده وهنقربها لكم دلوقتي. بمجرد ما الراجل اعلن في احد الفضائيات انه شاف الحلم، بسرعه اردوغان طلع قال ايه؟ اردوغان قال ايه؟ قال ده في انقلاب، وبدا يتوت يقول في انقلابات، وبدا يقول يا جماعه انا خايف من الانقلاب، لانه الخطه بدات بالرؤيه، الحلم ما ينطق عن الهوى. طلع اردوغان قال هذا الكلام. طيب اول ما الراجل طلع قال ان في انقلاب هيحصل، بسرعه انصار اردوغان، ميليشيات اردوغان، اعلام اردوغان، شيوخ اردوغان يبداوا يجهزوا الراي العام انه يبداوا يتحركوا. ايه اللي كلنا موالين لاردوغان ولا نسمح ان في انقلاب عليه؟ تعالوا شوفوا اول حاجه مجموعه من المسلحين اللي تابعين لمين؟ لتنظيم القاعده. عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ جم وقفوا لابسين ميري وطالعين اللي هيقرب من اردوغان في اي مكان هنفرمه. اسمعوا شوفوا الصوره. يبقى القاعدة وداعش خدوا الخيط وقال لك أردوغان ده خط أحمر. فاكرين زمان لما الجماعة بتوع القاعدة عندنا وبتوع داعش اللي كانوا موجودين أيام محمد مرسي اللي طلعهم من السجون رفعوا نفس العالم برضه؟ أهو ده كان فين؟ دي كانت في رابعة، ده كانت في رابعة برضه. تنظيم القاعدة وتنظيم داعش والعالم الأسود نفس الفيلم بشوفه قبل كده. تعالوا شوفوا بقى معايا ميليشيات أردوغان. يبقى ادي الشيخ طلع شاف الحلم والقاعده طلعت رفعت العلم. ميليشيات اردوغان حرضوه، قالوا انه احنا بنحمل السلاح ما تخافش، وبيرهبوا الشعب اللي هيطلع له منا هذا. اتفرجوا. Alanlar var. Anda içerler var. Jandarmadan izin aldıkları, polisten izin aldıkları açık alanlar var. Poligonlar yapılıyor şimdi. O başladı. Artık insanlar bir şekilde bir yerlere hazırlanıyor ülkede. Bunun farkındayız. Yani 15 Temmuz'da hazırlıksız yakalandık. 15 Temmuz'dan sonra artık hem grupların, taktik grupların artışı başladı, hem silah artışı başladı. İnsanlarımız silahlanmaya başladı. Evet. Devletimiz de Allah bin kere razı olsun destekliyor. Destekliyor yani. Çünkü 15 Temmuz'da biz aniden yakalandık. Bizim elimizde mesela benim vardı, arkadaşlarımın vardı ama olmayanlar vardı. Ne yaptı adamlar? Bedenini koydu. Evet. Yani etten bir zırh ördüler yani. Evet. Demek ki dedi, bizim dedi halkımıza dedi, devletimiz bir şeyleri artık dedi göstermemiz lazım, izin vermemiz lazım. Allah izin verir de şu yivli, yani şu askeri silah bir çıksa da, yani yurt içine satışı bir başlasa da. احد الكوادر الاردوغانيه في حزب العداله والتنميه وبيشتغل صحفي طلع على التلفزيون وقال اقسم بالله اللي هيقرب من اردوغان بنقطه دم هيسيل دماء في تركيا لملايين المعارضين. اللي هيرش اردوغان بالدم بالميه هنرشه بالدم. تعالوا نشوف ونفتكر مع بعض هذا بيمثل صفوه حجازي التركي. Devireceğiz, idam edeceğiz diyorsunuz. Kırınızı nasıl koruyacaksınız? Çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Tayyip Erdoğan'a eğer öyle bir şey yaparsanız, Tayyip Erdoğan'ın tırnağı kanarsa eğer, siz bu ülkede başınıza neler geleceğinden haberiniz var mı? Biz bir daha sokağa çıkarsak, neleri kimleri kimler nelerden toplayacağız? Listelerden haberiniz var mı sizin listelerden? Tayyip Erdoğan'a eğer darbe, idam vesaire bilmem ne olursa, sizin hazırlanan listelerden haberiniz var mı? Bu ülkede yaşanan zulalardan haberiniz var mı sizin? Yaşanacaklardan haberiniz var mı sizin? Yiyorsa çıksanıza, Tayyip Erdoğan orada. Çıkın o zaman.
Ailelerinizi nasıl koruyacaksınız? Kendinizi nasıl koruyacaksınız? Tayyip Erdoğan bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede. سيسيل دماء الملايين إذا تعرض رجب طيب أردوغان للمس. الكلام ده سمعته قبل كده برضو وانتوا سمعتوه. صفوة حجازي التركي وصفوة حجازي المصري الاثنين شاربين من معين واحد. تعالوا نستمع إليه. محمد مرسي خط أحمر. بمعنى اللي هيرشه بالمية هرشه بالدم. نفس السلوك. نفس الكلام نفس الطريقة نفس التعبيرات الدم في مقابل المغوفيش المعارضين وهنا نفس الكلام اللي هيرش مرسي بالمية هنرشه بالدم نفس الكلام بيحصل دلوقتي في تركيا تعالوا شوفوا فاكرين بعد القيادات التركية ما اتحركت والإعلام مهدد والمسلحين والمشات هددت الحرائر الأتراك لهم دور طلعت واحدة تركية على الفضائية برضو كله فضائع على المكشوف قالت انا بس في عيلتي نقدر نقتل 50 واحد من المعارضين لاردوغان تعال نستمع اليها جد aynı şeyi söyledim ya bak 15 Temmuz kursağımızda kaldı yani vallahi yani yapamadık istediklerimizi bir de ama yani ben şey yapmayayım yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın yani bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani onu söyleyeyim yani Yani biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak yani biz liderimizin ve yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede yani onu söyleyeyim. الكلام ده تقريبا شفناه برضو قبل كده شفناه قبل كده مع محمد مرسي نفس الكلام نشوف المسارة انا بقول للمسارة كلمة واحدة انتوا قاعدين جنبينا احنا هنولق فيكم هنولق فيكم ما يجري في تركيا الان دفاعا عن اردوغان في حديث الانقلاب سواء من القاعدة او من مشايخ السلطان الذين رأوا رؤى ويؤولونها لحساب اردوغان او الميليشيات التي تحمل السلاح أو هؤلاء الذين يهددون الأتراك بأن الدماء ستكون أنهارا كل هذا كان بيذكرنا بأسوأ فترة في تاريخ مصر فترة الإخوان ورأينا صفوة حجازي التركي ورأينا أم أيمن التركية ورأينا عاصم عبد الماجد التركي ورأينا المحطات الإخوانية اللي دلوقتي موجودة في تركيا وكأنه ماشيين على نفس الكتالوج ونفس تعالوا شوفوا المعارضة التركية كيف تعاملت مع هذا الموضوع وقالوا ايه على اردوغان بس تعالوا الاول نشوف اردوغان قال ايه عن الانقلاب بيتهم مين الاول اردوغان عنده هلع عنده هاجس ان في انقلاب هيشيله من الحكم هو بعد خراب الاقتصاد بعد انهيار الاقتصاد بعد انهيار الليره بعد ان تركيا بتجوع بتفلس تركيا مقدمه على حاله افلاس حقيقي تركيا الان في طريقها الى الضياع حقيقي اردوغان بيطلع بيقول الحقوني انا فيه عندي انقلاب هيحصل تعالوا شوفوا بيهدد مين حقوقه عدالتي صندوق hazmedemeyen bu faşist zihniyet hala vesayet darbe junta özlemiyle yanıp tutuşuyor CHP yöneticilerin Sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor. Bu zihniyetin ülkemizin 70 yıllık demokrasi tecrübesinden zerre kadar nasiplenmediği anlaşılıyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler 15 Temmuz'da Milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar. يبدو عليه الرعب الشديد والخوف الشديد، لكن تعالوا شوفوا نائبة معارضة من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بتقول له اسمها ميرال بتقول له يا سيد أردوغان أنت تملك الدولة، وزير الدفاع في جيبك، ورأس الأركان في جيبك، خايف من مين؟ Darbe ihtimalinden söz ediyor. Bu çok ilginç bir ihtimal gerçekten. Ve şunu söylemek istiyorum. Bütün devlet aygıtı onların elinde.
kim kimin için darbe planı yapıyor bunu açıklamıyor. Haftalardır televizyonlarda her gece efendim darbe planlarından söz ediliyor. Ama genel kurmayıyla, milli savunmasıyla, iç örgütüyle, dış örgütüyle, bakanlıklarıyla her şey AKP'nin elinde. Bir yaprak kımıldasa haberi olan AKP evinden Facebook paylaşımı yaptı ya da camdan konvoya laf söyledi diye insanları gözaltına aldıran AKP millete şunu yutturmaya çalışıyor. Ben mağdurum, ben mazlumum, bana karşı darbe planları var, aman beni desteklemekten vazgeçmeyin. Artık buna kimse inanmıyor. Bunlar geçmişte kaldı, sizin mağduriyetiniz de bitti, mazlumluğunuz da bitti. Siz zalim bir iktidar olarak yolunuza devam ediyorsunuz. بتقول له بلاش الدموع، دموع التماسيح، دموعك في عيون واقحة، بتقول له النائبة الكردية. لكن نائب حزب الشعب الجمهوري قال وفجر مفاجأة إن أكثر من استفاد من الانقلابات هو أردوغان، وهقول لكم بالأرقام. بيقول له أنت بتستفيد من الانقلابات أكثر من استفادتك من أي شيء آخر، أنت صنيعة ثلاثة انقلابات، أردوغان صنيعة ثلاثة انقلابات، انقلاب 28 فبراير اللي خلاك خرجك للساحة كسياسي، انقلاب 27 أبريل خلي أصبحت أكثر قوة، انقلاب 15 يوليو قلت عليه فضل من الله ونعمة. نستمع إلى النائب. Her darbe bir siyasi projedir. Her darbe. Ve arkasında dış destek vardır. Burada darbelerden sonra sonuçların kime yaradığına bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi için 27 Mayıs ile 12 Eylül aynıdır. 12 Mart'ta 28 Şubat aynıdır. 27 Nisan, 15 Temmuz hepsi aynıdır. Hepsi lanetlenmelidir. Ama 3 darbe var ki şu veya bu şekilde bundan Erdoğan istifade etti. 28 Şubat üzerinden yürüyüşe çıktı. 27 Nisan'da beslendi. 15 Temmuz darbesine de bu Allah'ın lütfu dedi. Erdoğan, bir darbe muhakemesi yapacaksak sen önce 28 Şubat'ta mağdura yattın ama oradan yürüyüp beslendin. Bütün darbelerden en olumsuz etkilenen parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bütün darbelerde en ağır bedeli ödeyen Türkiye'nin devrimcileridir. Bu kadar basit. Hal böyleyken bu darbe vesvesesinden AK Parti'ye ve Erdoğan'a ekmek çıkmaz. Erdoğan kusurlarını, ayıplarını, yanlışlarını ve günahlarını örtmek için üç şeye sıkı sarılıyor. Darbe, CHP, dış güçler. Darbe paranoyası, CHP paranoyası, dış güçler paranoyası. Erdoğan rahat olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak söylüyorum ki, Erdoğan seni oradan indireceğiz. Muhalefetin görevi iktidarı değiştirmektir, indirmektir ve ona hesap sormaktır. Yalnız AK Parti ve Erdoğan şunu bilsin. Sandığın dışında hiçbir gücün, hukukun dışında hiçbir gücün Erdoğan'a ve AK Parti'ye dokunmasına müsaade etmeyeceğiz. Erdoğan'ı biz oradan sandık marifetiyle indireceğiz. Bunu bin kere söyledik, bu bin birinci olsun. Sandık, hukuk... لا حديث يعلو فوق حديث الانقلاب. أعود إلى الأخبار المحلية. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس كامل وزير النقل. دراسة المشروعات في وزارة النقل وصلت لغاية فين، إيه المعوقات، وكذلك دراسة مديونية قطاع السكة الحديد اللي وصلت النهاردة 250 مليار جنيه. دمتم في أمان الله.